ديانا ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابو حبيبي. منوره قناه النادي الاهلي. ربنا يخلي حضرتك. تحبي بقى اقول لك دكتوره ولا اقول لك يا بطله العالم ولا اقول لك ايه؟ قولي لي ديانا بس. تمام. احنا طبعا سعداء ان انت منورانا النهارده في قناه الاهلي. وجودك طبعا شرف كبير لينا، ودخولك على الريد كاربت، لان الريد كاربت في قناه الاهلي الحقيقه بيخش فيها الاساطير. وانت اصبحتي اسطوره من اساطير الرياضه المصريه، مش بس النادي الاهلي، ويعني وحفرت اسمك من ذهب، وده حقك ولازم ندي لك حقك اكتر. استاذنك ممكن تقعدي؟ اكيد. جيانا، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. نبتدي منين بقى؟ نبتدي من قصه من الاول ولا من الاخر؟ انا عارف انت كنت في البرتغال ولسه راجعه. مظبوط. صحيح. لسه راجعين من 10 ايام تقريبا. دي كان اول بطوله ليكي بعد سنه ونص يمكن توقف. تقريبا بس انت تاهلتي خلاص يعني. انت انا مؤهله من شهر 3/2020 السنه اللي فاتت. متاهله لاولمبياد طوكيو اللي كانت المفروض تتلعب السنه اللي فاتت. مظبوط. تاهلت من قبلها بفتره من شهر مارس. مظبوط مظبوط. طيب والبطوله دي كانت مجرد استعداد؟ هل في بطولات ثانيه مثلا هتلعبيها؟ هل في حاجه؟ البطوله دي كانت بالنسبه لي بس مجرد احتكاك، لان انا كان بقالي تقريبا سنه وثلاث شهور قاعده في البيت. كان في بطوله قبلها بتقريبا شهر كانت في تركيا، بس ما لحقتش اطلعها لان ما كنتش لسه تعافيت من الكورونا، يعني كنت لسه طالعه من دور الكورونا. ولسه الله يسلم حضرتك. ميرسي. فما عرفتش اشترك في تركيا، فكانت بالنسبه لنا البرتغال محطه اساسيه ان احنا نجرب الشغل اللي احنا بقالنا سنه تقريبا بنشتغل عليه. كانت بالنسبه لي تحصيل حاصل، بس مجرد احتكاك قبل الاولمبيكس، اللي هي اخر احتكاك بالنسبه لي. عندك حاجات جايه في الاجنده الفتره للاسف اللي... لا مفيش حاجه تاني موجوده، دي كانت اخر حاجه بالنسبه لنا يعني. وعسى ان تقراوا شيئا ممكن يبقى ده لصالحك ان شاء الله في الاولمبياد باذن الله. الحقيقه اللي ما اتفرجش على جانا فاروق فاتو كتير، والحقيقه يعني زي ما شفنا في التقرير التفوق علمي ودراسي، يعني ما شاء الله خريجة صيدلة القاهرة، وأيضا على مستوى الرياضي، يعني حاجة بجد جميلة جيانا. ميرسي، ربنا يخلي حضرتك. بابا مخرج. بابا مخرج. الأستاذ محمد فاروق مخرج كبير. مظبوط. ما فكرتيش تخشي كده أو كده في لا في هو رفض بصراحة، قال لي المجال صعب قوي بصراحة، وشغلنا متأخر ومواعيده مش محددة. ف لا خليكي. قال لي خليكي في الرياضة. طب وكمان إيه قصة البوست والكحك والعيد؟ ما أكلتيش كحك في العيد ولا إيه؟ لا ما أكلتش، عشان كان عندي كده محافظة على الميزان بتاعي، عشان لازم أفضل محافظة على وزن معين. ولا كحكة؟ يعني بقى يعني في الخباثه كده من ورا دكتور التغذيه. يعني انت عشان تظبطي ميزانك طبعا، عشان داخلين على فتره حرجه جدا. طيب انت بالنسبه للاولمبياد، خلينا نتكلم من النهايه، انا بحب دايما ابتدي من النهايات. ان شاء الله البطوله هتبقى في نهايه 7. مظبوط. انت بتتمرني ازاي؟ البرنامج بتاعك من هنا الاولمبياد طوكيو شكله ايه؟ لو هنتكلم من هنا لاولمبياد طوكيو، فاحنا الفتره اللي جايه عندنا معسكرات مغلقه لحد تقريبا نص شهر 7. يعني احنا حاليا معسكرين مع التيم الاولمبي المسؤول عني كابتن محمد عبد الرجال وكابتن عمرو سعد، وبيحضر معانا التمارين دكتور المنتل دكتور محمد صفيه، ودكتور التغذيه دكتور مصطفى. عاملين زي معسكر مغلق لمده تقريبا 10 ايام، ومنه هنطلع على معسكر في روسيا لمده اسبوعين، وهنرجع منه على معسكر في اسكندريه برده لمده اسبوعين، وهنخلصه ونرجع تاني على معسكر مغلق هنا في القاهرة لمدة أسبوعين، ونخرج تقريبا منه قبل السفر بحوالي يعني 4 معسكرات تقريبا. تقريبا. طيب وانتوا بتعسكروا هنا في فين في مصر؟ مركز الاولمبي مثلا بتعسكروا في احد الاوتيلات القريبه ولا الفتره اللي فاتت كنا بنعسكر في المركز الاولمبي، الفتره دي بنعسكر في اوتيل حرس الحدود. يعني احد الاوتيلات القريبه من مكان التدريب. طيب بالنسبه ل وانت حضرتك بتتكلمي قلت لي ان في منتال كوتش بيكون معاكي، ودي حقيقه حاجه جديده. لا كلميني عنها. هي الفكره ان احنا بنحاول ان احنا نسيطر على كل الجوانب اللي ممكن تاثر على اللاعب جوه الملعب. يعني الناحيه الفنيه ليها مدرب، الناحيه البدنيه ليها مدرب. طب اللاعب ده ساعات نفسيته بتتاثر، ساعات بيقابل ماتش مثلا قوي بيبقى محتاج ان هو يسيطر على انفعالاته، او بيبقى محتاج ان هو يرتب افكاره ازاي يفكر جوه الملعب وازاي يبقى هادي جوه الملعب. فده محتاج تدريب، مش بس مجرد ان احنا اعمله جوه الملعب، لازم بيبقى محتاج تدريب طول السنه. فبيبقى فيه زي منتل ترينر بيبقى بيعرفك ازاي تفكر وازاي تتحكم في انفعالاتك، ولو جالك الشعور ده هل تواجهه ولا هل تمشي معاه وتحاول ان انت تتغلب عليه. لان ساعات مواجهه شعورك او ان انت تحاول ان انت تتغلب على الشعور ده في لحظتها بيبقى بالنسبه لك بيشتت تفكيرك عن هدف. صحيح. الرئيسي. صحيح. فعلى حسب الشعور اللي جه ايه بنحاول ان احنا. وهو معاكي في كل مكان؟ يعني حتى في معسكراتك الخارجيه بيكون معاكي ولا لو ما كانش متاح ان هو يسافر معايا بيبقى موجود معايا على التليفون دايما. يعني بتهيألي دي حاجه جديده ونتمنى تعممها في كل الالعاب، خاصه ان الموضوع اللي حضرتك بتكلمني فيه ده كان انعكس بالسلب على بعض اللاعبين الاولمبيين فتره من الفترات.
بس دي برافو عليكي، وده يمكن عشان دي دكتوره فانت بتفكري بقى بالفكر يعني شويه فكر علمي فكر مظبوط. طيب خلينا نبتدي بقى، نرجع بقى فلاش باك، نبتدي من البدايه. كنت بتلعبي سباحه، ايه قصه السباحه دي؟ والله احنا الفكره كلها جت في البيت ان هم عايزين يلعبوا اولادهم رياضه، حاجه تشغل وقتهم. لا انا اسف، اللقطه اللي بتتعرض دي مع مين؟ دي بطله سلوفاكيا وكانت في نهائي بريمير ليج دبي. ممتاز. دي كانت سنه كام؟ دي كانت 2016. تمام 2016. حلو جدا. طيب خلينا نرجع بقى للسباحه الرياضه. طبعا اسره والاستاذ محمد فاروق والست الوالده طبعا كانوا عايزينك تلعبي رياضه، فلعبتي سباحه. بالظبط كلنا في الاهلي برضو. احنا من ساعه ما بدانا واحنا في الاهلي، بس ما حسيتهاش يعني، ما كنتش مبسوطه، بروح التمرين بالعافيه مش مبسوطه. وبعدين ساعات بحس ان الالعاب هي اللي بتنادي ابطالها يعني. انا خلصت. ثانيه واحده، الالعاب بتنادي ابطالها. بالظبط، انا عايز اقف على الكلمه دي فعلا، برافو عليكي. بالظبط. فحسيت ان دي مش لعبه، دي مش بتناديك. مش كل بتاعتي طبعا، فيها ابطال كبار ومن الالعاب المسليه جدا والجميله جدا بالنسبه لناس معينه، بس انا ما كنتش لاقيه نفسي فيها يعني. ما كنتش فاهمه بالنسبه لي طفل عندها 6 سنين ليه اروح اقعد في الميه في الشتاء يعني، الجو ساقع قوي على الكلام ده. بس فهي جت كده بعد التمرين بتاع السباحه. كنت بلعب، فصاله الكاراتيه القديمه كانت بالصدفه جنب حمام السباحه في نادي الاهلي. انا فاكر. فشفت بقى ناس عمالين يضربوا في بعض، وكان في تمرين يعني، انا حتى ما كنتش اعرف ان اللعبه دي اسمها كاراتيه. انا شفت ناس عماله تضرب في بعض وتطلع اصوات وبتاع، ابيض وبتاع. فاللعبه شدت انتباهي جدا. اللعبه بتنادي على اصحابها. بالظبط. قعدت اتفرج للاخر، وبعدين روحت قلت لهم انا عايزه اجرب العب اللعبه دي. مين بقى اللي اسمالك، بابا ولا ماما؟ الاثنين بصراحه. يعني هي وكلنا نقلنا ساعتها يعني، انا واخواتي الاثنين نقلنا من السباحه. اكبر ولا اصغر منك هم؟ عندي اخت اكبر وعندي اخ اصغر. انتوا الثلاثه نقلتوا من السباحه رحتوا للكاراتيه. بالظبط. والجميل هنا اللي انا يعني بنشكر عليه بقى بابا وماما، ان هم سمعوا لك. لا هم بصراحه يعني الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في اي حاجه، في اي نجاح في حياتي وصلت له، سواء في الرياضه او في الدراسه او في اي على مستوى شخصي، هم سبب. ربنا يخليهم لك يا رب. ودايما بر الوالدين بيبقى جزء من نجاح البني ادم. طبعا طبعا. طيب خلصنا، بدانا رحنا كاراتيه 6 سنين. مين اول واحد استقبلك بقى؟ اول حد استقبلني كانت مدربه اسمها كابتن مروه الحصري، ويمكن كان حظي سيء معاها شويه ان هي ما كانتش مقتنعه بيها خالص تقريبا في الاول، لاني كنت بلعب كاتا وانا ما كنتش كويسه في الكاتا يعني. الكاتا بتحتاج حد قامته قصيره، وانا كنت طويله من وانا صغيره. بس خلينا نوضح للساده المشاهدين، الكاراتيه فيه لعبتين او جزئين او نشاطين، الكاتا او نوعين، كاتا وكوميتيه. الكاتا بيبقى شغل استعراضي اكتر منه، وبيبقى فيه هارموني بينك وبين اللي معاك او لوحدك، بيبقى فيه هارموني شويه وتوافقات عضليه عصبيه. انما الكوميتيه بيبقى قتال، والجيانا بتلعبه هو الكوميتيه، وده بيبقى ليه صعوبه وده ليه صعوبه. فهي كانت بتوضح ان هي في الكاتا ما كانتش لاقي نفسها وراحت الكوميتيه. انا اسف قطعتك، بس لازم اوضح للناس تبقى مسامعه. اتفضل يا فندم. بس فيمكن كابتن مروه يعني، انا كنت طفله عناديه شويه وستيل لحد دلوقتي يعني، انا بحب اوصل لحاجه لازم اوصل لها. فيمكن حته ان كابتن مروه كانت شايفه ان انا مش نافعه قوي او مش مقتنعه بيا، دي خلتني من جوايا لا يعني انا هنجح. يعني هنجح. انت عندك 6 سنين. بالظبط. بس قعدت فتره في الاول، اللي هي طول الفتره اللي كنت بلعب فيها كاتا دي كانوا حوالي 3 أو 4 سنين في الاول، من 6 ل 10 سنين ما كنتش بحقق نتائج قوي. ممتاز. لحد ما عملوا كوميتي بنات تحت 10 سنين، كانت اول مره تتعمل في السنه دي فعلا. دخلت الكوميتي. اختاروكي بقى الاجهزه الفنيه اختارتك. كان بدا يبان طولك مثلا؟ كان بدا انا طويله من وانا صغيره يعني، انا دايما بيقعدوني في الكلاس في اخر ديسك ورا عشان الطلبه ما تشوفش. دي الضريبه اللي بيدفعها الطوال. بالظبط. بس فدخلت ساعتها عملت ثالث قاهره وخامس جمهوريه في السنه دي، ومن بعدها اول قاهره واول جمهوريه لحد دلوقتي. يعني دي كانت بدايتك اول تحت 10 سنين في الكوميتيه. بالزبط. كان في النادي الاهلي. طب خليني اقول انه انت ميدن اهلي يعني. بالزبط. من اي تو زد صناعه اهلاويه كامله 100%. وطبعا بدعم الدوله المصريه اكيد مع المنتخبات. خليني اقول النادي الاهلي قدم لك ايه؟ ايه اللي انت شفتيه في النادي الاهلي ساعدك، خاصه ان اللعبه دي فيها دول زي اليابان مثلا هي اللي انشات فيها وكانت منشاها الكاراتيه، ازاي النادي الاهلي اضاف لك تقدري تتغلبي على ابطال الدول دي؟ انا شايفه ان اكتر حاجه النادي الاهلي علمها لي هي فكره الاخلاق والروح الرياضيه على الملعب. يعني يمكن احنا لعبتنا اصلا بتتسم بالحته دي، ان انت لازم على الملعب يبقى عندك اخلاق رياضيه، ما تاذيش اللاعب اللي قدامك، خاصه ان احنا لعبه قتاليه، فما ينفعش تاذي زميلك.
ما ينفعش مثلا انت خلاص خلصنا الماتش المفروض نسلم على بعض، ما ينفعش يبقى جاي يسلم عليك انت تسيبه او ترفض ان انت تسلم عليه. فالحته دي اصلا كانت مزروعه جوانا من النادي الاهلي، الروح الرياضيه والمثابره دايما على النجاح. يعني النادي دايما في اي لعبه من الالعاب عنده حته ان لازم يبقى متواجد، لازم النادي الاهلي يبقى موجود على منصات التتويج. فدي طبعا حاجه من الحاجات الاخلاقيه اللي انا اتعلمتها من النادي. على المستوى الاخلاقي طبعا مفيش شك. على مستوى الكاراتيه يمكن يعني كان ليا الشرف ولحد دلوقتي هو المدير الفني ان انا كنت تحت قياده الدكتور مراد عاصم، هو لحد دلوقتي المدير الفني الاب الروحي طبعا لكل ابطال الكاراتيه في النادي الاهلي. دكتور مراد كان دايما قاسي علينا، يعني مفيش حاجه اسمها لاعب بيتدلع، مفيش حاجه اسمها انك مش هتنزل البطوله علشان انت عندك اصابه، لا دوس على اصابتك قاسي. وبعد بقى ما تخلص البطوله وتجيب اول خلاص وجبت المركز بتاعك تعال بقى نشوف اصابتك دي هنحلها، تعال نعالجك احنا نعالجك بس بالظبط بالظبط. ولحد دلوقتي دكتور مراد هو حتى المدير الفني عندنا دلوقتي في الفتره دي في المنتخب، فيعني انا تواصل معاه طبعا طبعا احنا بنوجه له التحيه الحقيقه طبعا دكتور مراد من احد عظماء هذه اللعبه واللي اسس لها في النادي الاهلي كمان هو دكتور مراد عاصم. طيب وكان دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره كمان طبعاً. كان سابق مثل الاعلى يعني في ايه. طب قولي لي يعني انت دكتور مهند كان بطل عالم برضو بس اكيد كنت شايفه حاجه يعني هو كسر الحته دي ان احنا نروح للعالميه بالظبط كنت شايفه ده زينا ولا انا من وانا صغيره مهند مش عارفه اقول مهند ولا انا طبعا بقول له مهند لا طبعا دكتور مهند طبعا خلي بالك هو دكتور زيك طبعا دكتور هو كان مثل اعلى في كل حاجه يعني هو على المستوى العلمي كان دكتور اسنان على المستوى الرياضي كان بطل عالم على المستوى الاخلاقي من اكتر الناس المحترمه والخلوقه اللي انا اتعاملت معاها في حياتي فهو كان بالنسبه لي مثل اعلى في كل حاجه يعني كنا كل الجيل بتاعنا وجيل اصغر مننا بنبص لمهند ان هو ايقونه كلنا عايزين نبقى شبهه فيمكن هو برضو من الناس اللي سندتني كتير جدا في بدايه مشواري في اللعبه ان هو كان دايما بيقعد يتكلم معايا كان بينقل لي خبراته كنت بتمرن معاه جوه المنتخب يمكن هو كان كابتن فريق وانا كنت لسه اصغر لعيبه داخله في منتخب الكبار كان بيتمرن قصادي وما كانش عنده مشكله ان هو يقف مع لاعب صغير يصلح له حاجه ولا ان هو يتكلم معاه او ينصحه في حاجه لا تواضع طبعا فطبعا هو انسان جميل. طب خدنا بقى مرحله الناشئين والشباب والناشئات وطلعنا وبقينا ابطال الجمهوريه ايه اول بطوله دوليه قالوا لك المنتخب طبعا خدوكي اول بطوله دوليه تفتكريها رحتيها وانت اول مشاركه اول سفريه ليك بره مصر في بطوله دوليه انا قبل ما اخش المنتخب في 2009 سافرت مع النادي الاهلي كذا سفريه دوليه في 2007 و2008 ويمكن اول بطوله اتذكر ان هي كانت تبع النادي الاهلي انا كنت للاسف وانا صغيره بتسم بالباور زياده عن اللزوم سوبر انرجي كان باوري عالي قوي فطبعا احنا اطفال بقى صغيرين يعني فما ينفعش اصلا ان انت تلمس اللاعب اللي قدامك فخبطت بنت جامد قوي في وشها فطرت والله بقى بدل بدل ما اجيب اول جبت بداياتك وحشه دايما بداياتي دايما وحشه فبدل ما اجيب اول جبت تالت بس الحمد لله من بعدها البطوله اللي بعدها جبت اول ودخولي مع الخبره طبعا لان التحكيم بره غير هنا غير جوه يعني تبقى الدنيا فدي كانت اول بطوله فين مع النادي الاهلي كانت في بلغاريا والثانيه كانت ايطاليا وبعد كده دخلت المنتخب 2000 طب كلميني بقى المنتخب انت طبعا رايحه بطولات دوليه مع المنتخب طموحاتك تكسري كل حاجه طبعا جايه من النادي متشبعه بروح المكسب والانتصار والمركز الاول دخلتي على بطوله العالم او بطولات عالميه كلميني اول تجربه ليكي مع البطولات العالميه اول تجربه ليا مع المنتخب كانت بطوله كاس العالم في اليونان في 2009 ودي عملت فيها ذهب الحمد لله يمكن اللي ساعدني في ده فكره ان انا كنت احتكيت دولي قبل كده مرتين او ثلاثه مع النادي الاهلي فالرهبه كانت راحت كنت شفت ستايل الناس برده اللي بتلعب بره كان عامل ازاي فكان بالنسبه لي الموضوع اسهل عشان مفيش رهبه لا الحمد لله كان اسهل طب خلينا انا عايز اقرب بقى تكملتك مع البطولات الدوليه وازاي وصلتي على الرانك او توب او على قمه الرانك العالمي عشان نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بطله العالم جيانا فاروق ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع بطلة العالم في الكاراتيه جيانا فاروق جيانا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن رحلتك لل يعني قمه التصنيف العالمي ابتدت ازاي ومن سنه كام قمه التصنيف العالمي ابتدى معانا من 2018 من قبل بطوله العالم ببطوله تقريبا هي من بطولات الدوري العالمي كان ساعتها الرانك ابتدى ويمكن قاره افريقيا كانت من قبلها كمان بطوله كان فيها بطوله افريقيا دي برضو اتاخدت معانا في الرانك بس يعني الحمد لله من ساعه ما الرانك الاولمبي اتفتح لحد ما اتقفل في اللي هي اخر بطوله اللي احنا لسه راجعين منها دي انا الحمد لله جوه
لعبنا عدد بطولات كبير قوي، تقريبا اكتر من 20 او 24 بطوله خلال مجموعهم. انت كنت على التوب؟ الحمد لله. الحمد لله. وسواء في بطولات خدتي اول، في بطولات ثانيه، بس التوتال نقط انت اول. بالزبط. طيب مين اللي بينافسك بشكل كبير يا جيانا؟ اللي بينافسني بشكل كبير لعيبه الصين، لعيبه ذكيه جدا. الصين ورانا في كل حته. ما هو يعني زول عايزين من الكوكب ايه تاني؟ طيب هي لعيبه ذكيه جدا جدا، ولعيبه مهاراتها عاليه. واللي جايه في المركز اللي بعديه لعيبه تركيا. يمكن التراكوه شويه شبهنا، شبه الكاراتيه المصري شويه. اللي بعدينا المركز الرابع لعيبه صربيا، لعيبه عنيفه جدا. عنيفه صربيا يعني بيعتمدوا على القوه البدنيه. بالظبط، قامتها قصيره بس هي عنيفه جدا. يمكن لعبتيهم كلهم يا جنى؟ لعبتها في اخر بطوله، كانت شوهت لي نشط وش الشمال. الله يسلمك. بس هو المفروض ما فيش احتكاكات قويه. ما هو المفروض ان هو ما فيش، بس يعني مع دخول يعني هو كان الكاراتيه قبل كده ما بيخش الاولمبياد بسبب ان هو بيعتمد على قرار الحكم بشكل كبير، فحاولوا ان هم يقننوا الموضوع ده شويه بان هم يقللوا تدخل الحكم في احتساب الضربات. فكان مثلا الضربات الاول كان يقول لك ان المسافه لازم تبقى 10 سم ما بين ايد اللاعب ووش الخصم. تمام. فقال لك طب ما في حكم بيشوفها نقطه، في حكم بيشوفها مسافه، فقال لك بشري. كله بعد كده بلمس. فاللمس بدا يبقى ايديك بقى تتقل شويه. اذا كان 10 سم بنشوفها نقطه، امال بقى اللمس؟ لا ده لمس ممكن يطير وشك كله اصلا. بالزبط. فتبقى عنيفه. بالظبط، يعني تبقى عنيفه شويه عن زمان. طيب وازاي قللوا فيها الهيومن ايرور من ناحيه احتساب النقاط؟ ازاي قدروا يعملوا ده؟ والله انا شايفه ان يعني هو ما قلش برده بنسبه كبيره، لان في الاول وفي الاخر هي بتعتمد الحكم شايف دي نقطه ولا الحكم. شايفها انذار. بس يمكن هي قلت شويه ان ايه الضربه وصلت هتتحسب، ما وصلتش مش هتتحسب. قبل كده كان ممكن ما توصلش ويحسبها برده. يحسبها برده. بتعتمد على قراره هو. بس ده موضوع يعني عايز شغل منتال جامد جدا معاه. طبعا. وشغل فني وشغل بدني كل وشغل حاجة. كل حاجه. كل حاجه. الناس اللي فاكره الموضوع سهل، الموضوع صعب جدا جدا. طيب الغريب ان اليابان اللي هي الدوله اللي يعني اللي هي ملكه يعني فنون القتال في العالم كله تراجعت شويه. السبب ايه؟ هي يمكن تراجعت في الكوميتي عن الكاتا. هم طبعا في الكاتا هم لسه اسياد العالم زي ما هم. في الكوميتي يمكن تراجعوا شويه لان الكوميتي على مستوى العالم اتغير. هم لسه بيلعبوا الاولد كاراتي شويه. احنا الموضوع بقى يعني هم بيعتمدوا على المسافات القصيره والضرب اللي هو الباور مش عارف ايه. الكاراتي دلوقتي بقى بيعتمد على الفوت ورك اكتر وعلى التاكتكس وعلى ضربات الرجلين. يعني بقى مفتوح شويه عن الكاراتيه القديم. بالظبط. صحيح. وخليني اقول برضو انه يعني الطبيعه الجسمانيه بتفرق شويه. يعني احنا مش يعني ما شاء الله عندنا اجسامنا بتبقى ممكن اطول شويه، هم بيبقوا اقصر، فده يمكن خلى اليابان تتراجع. بس انت فاجئتيني لما قلت لي الصين بينافسوكي. ما الصينيه اللي معايا طويله جدا اطول مني كمان. فسبحان الله. منتخب الصين كله طوال، مش عارفه اجيبهم منين. بيفرق الطول لان طبعا ايدك بتبقى اطول، بتقدر توصل للخصم بسهوله. طب خليني اروح بقى للجانب الاخر من شخصيتك وهو التفوق الدراسي. انا يعني على المستوى الشخصي انا بحب جدا ان الرياضي يكون متفوق. وانت عملتي المعادله دي، انت خريجه صيدله القاهره. وما ادراك ما صيدله القاهره، انا عارف انها صعبه جدا. كان فين عقلك كنت بتختاريها؟ والله يعني انا ندمت بعد كده، ندمت اول ما حطيت رجلي جوه، بس خلاص. طب ايه اللي حصل؟ قولي لي يعني انت بدات ازاي؟ جبتي مجموع كبير؟ اخترتيها ازاي؟ كان اللي حصل ان في الثانويه عامة الديبيت بتاع اي عيله ان هم اقعدي وركزي في المذاكره علشان خاطر ثانويه عامة ومستقبلك وهتاخدي ايه من الكاراتيه، ما خلاص عملتي اللي انت عايزاه. يعني القصه بتاعت الاهالي. الحياه المصريه. بالظبط، وخوف الاهالي. بس يمكن انا كنت سعيده الحظ ان اهلي سابوا لي الاختيار. يعني طبعا ماما كانت بتقول لي اقعدي، هي بالنسبه لها برده حته الدراسه في الاول في الاخر. انت بتعيطي هنا يا جيانا؟ دي كانت اول بطوله عالم كبار، وكنت اول لاعبه عربيه وافريقيه وطبعا ومصريه تجيب ده في بطولات العالم للانسات. كانت سنه كام؟ كانت 2014، اغلى بطوله في حياتي. بس انت اصلا من الشخصيه اللي بتكلم معاها دلوقتي انت صعب تعيطي، يعني انت عنيده اصل انا يعني الناس فعلا ما بتبقاش شايفه البطل ده بيتعب قد ايه وايه الظروف النفسيه اللي بيعدي بيها. وبتيجي على كان في اوقات كتيره جدا اضطريت اجي على دراستي، وكان في اوقات كتيره جدا ما بقعدش مع اهلي في البيت. يعني انا لسه بقول لحضرتك احنا طالعين من هنا لهنا لهنا. مفيش كحك. مفيش كحك بالظبط. التخسيس طبعا عشان افضل محافظه على. طب انت في اللحظه دي يا جيانا خلينا اتكلم عنها شويه، انت عيطتي، طب انت كنت بتفكري في ايه؟ يعني ايه اللي جه في دماغك اول ما ما ما, ما, ما يعني ما السلام الوطني اتعزف؟ فكرت في مين؟ فكرت في ايه؟ افتكرت ايه؟ افتكرت نومه والدتي على الكرسي وهي معايا في التمرين. انا امي لحد دلوقتي بتحضر معايا كل التمارين. ربنا يخليها لحد دلوقتي. انا عندي انا السنه دي 27 سنه،
لحد دلوقتي والدتي بتحضر معايا كل التمارين، بتيجي معايا، وهي على فكره يعني بتفهم في الكاراتيه يمكن اكتر من مدربين كتير، من كتر ما هي لا ده هي بتقعد معايا بقى جوه التمرين، جيجي ايدك النهارده كانت قصيره محتاجه تزقي مش عارف ايه، رجلك النهارده كانت محتاجه باور اعلى، من كتر ما اتفرجت معايا يعني هي كمان فهماني اكتر من مدربين كتير. فانت افتكرتي قعدتها؟ افتكر، لان كان كانت بتيجي عليا اوقات بالذات في الفتره بتاعه ثانويه عامه غصب عني، عندي دروس طول اليوم فانا مش لاقيه وقت اتمرن، فبنتمرن الساعة واحدة يعني، ربنا يبارك له ويديله الصحة كابتن محمد عبد الرجال كان بيفتح لي الصالة بتاعتنا مخصوص ونتمرن الساعة واحدة والساعة 2 الفجر، فطبعا هي مش هتسيبني اروح لوحدي في الميعاد ده، فبتيجي معايا وهي طبعا عندها شغلها وطول اليوم شغل البيت، فكانت يعني من التعب بتنام على الكرسي ساعات غصب عنها يعني، هي بتروح في النوم، فيمكن هي برضو من الأسباب اللي خلتني ايه، لا في ناس كتير تعبت قوي علشان انا انجح، فما ينفعش ان انا اتخاذل وما ينفعش ان 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 اضيع تعب الناس دي كلها، لازم الناس دي تفرح. وبصي كلامك ده يعني انا ما عنديش اي تعليق غير ان اقول ان هو يعني المراه المصريه هي دي المراه المصريه، وده كان برضو سبب في تكريمك من طبعا حرم سياده الرئيس وتكريمك في يوم المراه المصريه، واحنا شفنا الصور بالظبط، اكيد كنت فخوره باليوم ده. كنت فخورة جدا وما كنتش مصدقة ان ممكن اكون يعني عملت انجازي وصلني ان مرة اتكرم من رئاسة الجمهورية ومرة اتكرم من حرم رئيس الجمهورية، وان انا موجودة ضمن افضل النساء اللي موجودين في في في, في مصر. صورة تكريمك من سيادة الرئيس الداعم الاول للرياضة والرياضيين. انا اتكرمت من الرئيس كذا مرة يعني، كذا مرة يمكن حوالي 3 مرات. انا موجود، انا اصغر واحده موجوده في التكريم بتاع يوم المراه، وكل اللي معايا ستات دكاتره جامعه وظباط فاللي هو يعني انا حاسه ان انا قاعده في مستوى الناس دي عامله حاجات جميله يعني. سياده الرئيس منذ توليه المهمه في الاول يوم هو داعم للمراه المصريه بشكل كبير، ودائما ابدا بيتكلم عن المراه المصريه بكل فخر واعتزاز، وانت مثل يحتذى به. ربنا يخليك. وخليني برضو ارجع اقول، نرجع لحته الدراسه واختيارك للصيدله، وكان في طبعا ثانويه عامه جبتي مجموع كبير، طمع طبعا بابا ماما ان انت لا كملي. هو قبل ما اجيب المجموعه كان زي ما بقول لحضرتك ماما بتقولي بطلي، وبابا هو اللي ايه كان عايزني اكمل، ويعني بدري قوي ان انا ابطل، وبصراحه هم سابوا لي حريه الاختيار، فانا قعدت كده يومين فكرت قلت لا ان شاء الله انا هكمل وربنا يكرم ويوفقني في ال ده تكريم تاني، معلش انا بقطعك، بس ده تكريم تاني كان مع سياده الرئيس، لان فعلا ده يثبت ان انت حضرتك ده مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، من اكتر الوزراء اللي جم اهتماما بنفسيه اللاعب وعلى تواصل شخصي يعني، هو بيتواصل كان لاعب كاراتيه. أيوة. كان لاعب كاراتيه وخليني اقول لك كمان انه اول وزير شباب ورياضه متخصص كان لاعب بالظبط. كلمينا عن دعمه ليكوا كمان. دكتور اشرف يعني بصراحه داعم للابطال والرياضيين بطريقه انا ما تخيلتش ان ممكن حد يجي يعمل كده، ما تخيلتش ممكن لما يبقى عندي انا مشكله شخصيه الاقي دكتور اشرف بيتصل عليا جيانا تعالي لي بكره الوزاره انا اللي هقعد اتكلم معاكي. يمكن حصلت لي في فتره من الفترات بتاعه التاهيل مشكله كانت كبيره جدا اثرت عليا نفسيا، خلتني خسرت كذا بطوله ورا بعض، لولا تدخله الشخصي لحل المشكله دي والفض ما بين الاطراف اللي كانوا في المشكله، لولا ان انا قدرت ان انا اركز ثاني واكمل واعدي. طيب خليني اقول لك برضو انه اكيد في محطات في حياتك، يعني طبعا الدراسه كانت محطه كبيره، دخلتي صيدله، بس اكيد تعبتي صح؟ جدا جدا، كانوا يعني اكتر 5 سنين صعبين عليا في حياتي، لان يعني طبعا صيدله محتاجه مذاكره كتير جدا جدا، كلها تقريبا حفظ، محتاجة ان ابقى بحضر السكاشن بتاعتي عشان اشوف العملي، وده ما كانش متاح في اغلب الاوقات لان يا اما عندي بطولات يا اما انا في المعسكرات. فكان ان انا احاول اعوض اللي بيحصل ده او الدروب اللي بيحصل في المذاكرة كان بياخد مني طبعا مجهود وبيقلل من ساعات نومي كتير يعني. كنت بضطر مثلا ان انا هم اقصى حاجة انامهم 4 أو 5 ساعات عشان انا لازم اقوم اذاكر شوية بعد كده اطلع على الكلية، او لو عندي تمرين مثلا فجر لازم كنت ساعات اعمل تمرين الساعة 5 الفجر واطلع منه على الكلية، خلص مثلا اليوم بتاعي على الساعة 4 ارجع صعب. على تمرين وبعد صعب والسايكل بتتكرر على طول، سايكل يوميا بتتكرر يوميا 10 شهور في السنة بتتكرر بالظبط، فلا مجهود كبير جدا. طب تقولي ايه للناشئين والناشئات؟ يعني اكيد برضو في بتسمعي اكيد ده كلام من الاولاد الصغيرين او بنات الصغيرين انه لا يا عم الدراسة اصلا بتعطلني او اللعب بيعطلني عن الدراسة، تقولي لهم ايه؟ مفيش حاجة اسمها كده، لا عمر الرياضة عطلت الدراسة ولا عمر الدراسة عطلت الرياضة، هو الموضوع محتاج بس شوية تنظيم وقت، لو أنت مش عارف تنظم وقتك ممكن حد من أهلك
يساعدك في تنظيم الوقت. انا كان الفكره بالنسبه لي كلها فكره تنظيم الوقت، ان انا ابقى عارفه اذا كان الوقت ده هو وقت التمرين ولا وقت المذاكره ولا وقت النوم. بس انت حرمتي نفسك من الحاجات برضو، يعني خلينا اقول ان في ثمن دفعتيه، ثمن غالي. طبعاً. مفيش خروجات مع اصحابك، مفيش سفر، مفيش سفر مع العيله. طبعاً. يعني انت كل حاجه ليها ثمن. طبعا احنا مثلا الشاليه بتاعنا مثلا قعدنا، جت فتره ان احنا قعدنا 6 سنين مش عارفين نروح بسببك. بسبب شفتي بقى انت عملتي ايه؟ بسبب بالظبط. يعني كل ما نيجي مثلا خلاص خلصت امتحانات، ايه ده احنا عندنا بطوله فلازم ابقى بتمرن. طب خلصنا البطوله، ايه ده احنا بدانا السنه الدراسيه، وهكذا. فقعدنا فتره كبيره جدا مش عارفين نروح. وحتى لما بناخد اجازه ممكن هي اقصى حاجه 3 ايام، ما ينفعش اقعد من التمرين اكتر من كده. طبعا خروجات بقى مع اصحابي، ياما بوصل اصحابي خروجات، يعني ياما ياما بوصلهم خروجات. احنا متفقين وفجاه بقى عندي تمرين. بالظبط. وفجاه عندي درس، فجاه عندي محاضره. المناسبات العائليه طبعا، طبعًا. يعني يوم قرايه فتحه اختي انا كنت بلعب بطوله الجامعات، فيعني لو انا رجعت هم كانوا الناس عندنا في البيت، انا داخله بالبدله والناس موجودين في البيت. بالظبط. فلا اتحرمت من حاجات كتير. طبعا زي ما كنت بقول لحضرتك ان احنا لازم احافظ على الميزان، فانا طول الوقت ببقى واخده بالي من اكلي وبخسس، وبحاول ان انا افضل مثبته الميزان بتاعي، او لو علي على حاجه بسيطه عشان لما اجي انزله يبقى انا مش بعيد. صحيح. فبس يعني برجع اقول الحمد لله اللي جالي من ورا التضحيه دي كان كان احلى بكتير. طب خليني اقول لك برده حاجه، يعني لما خلصت الكليه وكان في وقت كبير جدا رايح في الدراسه، بعد الجامعه بيبقى في وقت كتير صح؟ لأنه يعني خلاص انت ما بقتش في محاضرات، ما بقاش في، بقيتي اكتر احترافيه للعبه بتاعتك. بالظبط. بس بيحصل يعني في الترانسفير ده بيحصل يعني ايه، ان انت يومك الله انا يعني محتاجه اتمرن. طب مع مدربين كنت بتعمل ايه؟ زودنا الاحمال التدريبيه، زودنا ساعات التدريب. حسيتش باي فراغ، عادي 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 كده، حسيتش باي فراغ. الموضوع اتشال من هنا اتحط هنا. بالظبط. نفس المجهود ونفس الحمل عليك. زودنا اكتر الاحمال التدريبيه، مثلا بدل ما كنت بتمرن ساعه ونص، طب ليه ما نخليهم 3 يعني؟ صحيح. يعني ليه تقعدي فاضيه؟ فاضيه ليه ما اريحش؟ بس هو ده، بس هو ده الناجح. يعني ما شاء الله الشخص الناجح، يعني ربنا يحميك ويحفظك، هو ده الشخص الناجح. بس خليني بقى نروح للجانب الاسري شويه، انا عمال اخدك من محطات عشان تبقى ايه الموضوع، الناس تقرب لك اكتر، يعني الناس محتاجه تعرفك اكتر. انت ليك اخوات؟ بالظبط. ليكي اخت واخ؟ ليا نيرفانا اكبر مني ب4 سنين، واحمد اصغر مني بسنه ونص. واحمد طيار؟ احمد طيار، وكان بطل عالم كاراتيه برضه. ايه ده؟ احنا بقى عايزين يعني، بصي شفت الكلام ده احنا ما نعرفوش، مش احنا الجمهور ما يعرفوش، يعني اخوك الصغير كان بطل عالم كاراتيه. وما شاء الله بقى طيار كمان. بالظبط. يعني في الناحيه العمليه ناجح والناحيه الرياضيه ناجح. طب كلمينا شويه عن اخوك احمد، مش كده اسمه احمد؟ احمد احمد هو اصغر مني بسنه ونص. احنا الثلاثه بدانا الكاراتيه تقريبا في نفس السنه، مش في نفس السن، في نفس السنه. تمام. يمكن نيرفانا كانت شويه يعني توتي فروتي كده، ملهاش بقى في جو انتوا بتلعبوا حافين والكلام ده، كانت بنوته خالص. فما حبيتش قوي موضوع الكاراتيه. اللي كمل فيه شويه كنت انا واخويا، كنا منتخب مصر، انا منتخب الشباب وهو كان منتخب الناشئين. في 2011 انا وهو عملنا اول عالم، انا عملت اول عالم في الشباب وهو عمل اول عالم في الناشئين. الله. الحمد لله. كان اسعد السنه دي يمكن لبابا وماما. طبعا طبعا. والمشكله ان الفاينالين كانوا ورا بعض، فلو ماما ما لحقتش اساسا تفوق من خضه اول فاينل يعني لسه دخلت. فرحه طبعا. الحمد لله. بس خلينا اقول انه بيبقى حلو لما تبقى العيله فيها بطلين. بالظبط. عارفه دايما بيكون بطل واحد صح؟ يعني في العادي بتكون بطل. احنا عامه العيله رياضيه، يعني انا حتى بنات خالتي كانوا ابطال افريقيا وعرف في الجودو. انا بابايا كان ملاكم وكان بيلعب كره قدم. مش حد عايز يلعب سله طايره يد؟ انا معاك. والله مش عارفه ليه، مع ان انا كنت طويله مش عارفه ما اخترناهاش ليه. لا يعني مش عايزين، ما عندكوش حد عايز يلعب ولا يعني ما شاء الله عيله يعني كلها الاطفال بقى الصغيرين هم لسه. احنا معاكم، احنا اي حد هيجي من الاجيال الجديده هنضمه معاه. طب خلينا يعني على الهاتف طبعا معانا احد اللي شاركوا بشكل كبير في صنعك، وحتى الان بيشارك في مساعدتك والوقوف جنبك، معانا الكابتن محمد عبد الرجال مدربك في المنتخب. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا استاذ عبد. طبعا حضرتك ما سمعتش جيانا قالت على حضرتك ايه؟ لو كنت بتتابعنا طبعا اكيد كنت هتسمع. جيانا شكرت فيك جدا يا كابتن، وقالت ان حضرتك من احد الاشخاص او المهمين في حياتهم اللي ساهم بشكل كبير في تكوين شخصيتها وبطولاتها العالميه دي. يا جيانا اصلا طول عمرها كده يعني بنت اصول يعني، وجيانا طول عمرها بتدي الحق للناس كلها مش لمحمد عبد الرجال بس. جيانا بطله، بطله في كل حاجه مش في الكاراتيه بس على فكره. عرفني. لا عرفني يعني.
انا بس عايز اقول لها خدي بالك ان انت عندك تمرين الساعه 4 الفجر. انا عارفه الفجر هنام على الترابيزه دلوقتي. يا كابتن خلاص يا كابتن 4 الصبح، تمرين 4 الصبح عشان فرق التوقيت في اليابان. والله عندنا تمرين الصبح، يعني احنا كده الدنيا اتاخرت قوي يعني. انت يعني عشان فرق التوقيت اليابان بتمرن 4 الصبح يا كابتن؟ عندنا فرق توقيت 7 ساعات يعني. من دلوقتي بتستعد للساعه البيولوجيه في اليابان يا كابتن؟ عندنا شويه حاجات، لان عندنا معسكر كمان في روسيا كمان اسبوع ان شاء الله. فعند وطبعا الوقت ده انا معايا مدرب جازي الفني، طبعا معايا كابتن عمرو سعد ومعايا دكتور مصطفى. فالاتفاق اللي احنا نبدا من دلوقتي افضل بكتير جدا عشان ما نتزنقش في حاجات كتيره قوي الفتره الجايه، لان هيبقى عندنا برضو اوراق هتخلص وحاجات وعندنا اجتماعات كتيره جدا، فدايما بنبدا نشتغل بدري يعني، يبقى ده الافضل يعني. طب قول لي يا كابتن، انت كنت بتقول ان جيانا بطله في كل شيء، كان قصدك ايه؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ جيانا فاروق بطله في كل شيء، بتتحدى الحياه في كل حاجه. جيانا فاروق مرت بظروف صعبه بشكل غير عادي. جيانا فاروق قعدت سنه ونص الفتره التوقف الرياضي اللي فات في الاتحاد الدولي، ورجعت وصلت فاينل، تحدت كل الظروف. جيانا بطل بجد يعني، التاريخ المصري هيذكرها طول العمر، وان شاء الله تختم بدايه طوكيو باذن الله، لانها جيانا بتتعب بشكل غير عادي. وانا النهارده في تمرينه النهارده كانت الصبح، انا بجد شفت جيانا فاروق اللي هي كانت 18 سنه، اللي هي كانت لسه بتحكي فيها اول بطوله عالم ليها. لا دي جيانا فاروق. جيانا فاروق ما حبيش حد في الدنيا، مش حد في الدنيا يعني يبقى معاه بطل زي جيانا، ما بقاش دايما كل يوم يبقى فخور بيه ويشوفه كده، يبقى هي السعاده بتاعتنا في الكاراتيه دي ما شاء الله. طب كابتن قول لي، يعني انت اول يوم شفت فيه جيانا، شفت اللاعبه جيانا فاروق، اول يوم في حياتك شفته فيها كان امتى؟ اول يوم كده كان من 13 سنه. كنا في مدينه نصر في اول تمرينه ليها معايا يعني. وطبعا جيانا بتخطف الانظار في اي وقت يعني، لان جيانا بطله من يعني اول ما دخلت المنتخب الشباب ومنتخب الناشئين، وهي ما شاء الله يعني ما شاء الله اول عالم، اول افريقيا، اول متوسط، اول كاس عالم، فما شاء الله اكتساح كامل يعني. طب قلت انا بطله من اتولدت بطل يعني، لان زي ما بتقول كده هي بيت رياضي كبير ما شاء الله عليهم يعني. وطبعا عندها اسره يعني ما بتسيبش الصغيره، زي ما الطفطوفه الصغيره ما بتسيبوهاش لمستقبل جيانا والاحمد يعني، في الرياضه او غير الرياضه يعني احمد طيار وجيانا دكتوره ما شاء الله يعني، ما شاء الله عليهم يعني. طب كابتن مشرف بجد. انا مش هقول لحضرتك نصيحتك ايه بقى طبعا لجيانا، لان اكيد طبعا انتوا يعني قريب ليها واكيد نصايحك كل يوم، بس انا عايز اقول امنياتك ليها ايه؟ امنيتي لجيانا طبعا اول حاجه تختم يعني حياتها باول طوكيو باذن الله، وده هيحصل يا رب يا رب، وده وعد، ده وعد يعني لينا وقدام الدنيا كلها. وتاني مره على قناه نادي الاهلي بوعد بده، لان ده حقها يعني. جيانا ما ينفعش ما تبقاش اول اولمبياد وتبقى اول لعيبه في تاريخ الرياضه العالميه، هتبقى اول بطله عالميه في الكاراتيه كله تحقق البطوله الانجليزيه، لان دلوقتي ما فيش حد قدر يعدي السكور بتاعها في كبطله عالم وكبطله افريقيا وكبطله متوسط وكبطله كاس عالم. وجيانا معاها القاب ما حدش لغايه دلوقتي قدر يعديها ما شاء الله. جيانا بقى لها 13 سنه ما خسرتش بطوله رسميه باسم مصر ما شاء الله. جيانا فاروق من اول ما بدات تطلع على منصه التتويج وهي ما بتنزلش من عليها، واتحدى اي حد في بطوله رسميه ان جيانا فاروق اتخرجت من على التتويج الدولي. علم مصر دايما دايما مرفوع، دايما مرفرف، دايما السلام الجمهوري بيتسمع وبنعيط عليه عشان جيانا فاروق، ودايما هنعيط عليه برضه طول ما هو في السماء كده باذن الله. كابتن محمد عبد الرجال طبعا مدرب جيانا في المنتخب، بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق من كل قلبي يا كابتن. اتمنى لمصر كلها التوفيق، واتمنى لبنتي وروحي جيانا فاروق ان تفرح مصر. وانا قلت لها النهارده جيانا، انا بقول لك قدام الدنيا كلها، انت النهارده ابهرتيني وبسطتيني واحيتي امل كبير، مش اللي انا اجيب ذهب، اللي انا اجيب 10 ذهب وانا راجع بيكي. حبيبي يا كابتن محمد والله بشكرك جدا، وربنا يوفقك ويكرمكم كلكم مع بعض ان شاء الله. متشكر يا كابتن محمد عبد الرجال. يا رب ربنا يخليك. متشكر يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. متشكر يا كابتن. طبعا يعني حاجه جميله جدا لما يبقى الروح ما بين الجهاز الفني واللاعبين والثقه الكبيره اللي فيها مصر، مش هو بقى مصر كلها، حاجه حلوه. حاجه حلوه طبعا يعني. كابتن عبد الرجال
انا بعتبره في مقام والدي، يعني انا مش بعتبره مدرب لان انا قضيت معاه وقت اكتر ما قضيت في البيت. صحيح. يعني فكون ان انا اسمع والدي بيتكلم عليا بالطريقه دي، يعني انا اللي فخوره ان انا اتمرنت مع كابتن عبد الرجال. ولو هقول ان انا استفدت حاجه من الكاراتيه او خرجت بحاجه من الكاراتيه، فهي ان انا خرجت باب تاني زي كابتن عبد الرجال. يكفي انه قال عليك ان انت بيت الاصول، يعني بامانه هو الراجل، يعني حتى لما اتفرج عليك واضح انه كان متابعنا، الراجل قال ان انت حمستيني وخليتيني نفسي اعمل حاجه، يعني الطاقه الايجابيه مديها حتى انت للجهاز الفني. ربنا يحميك يا جيانا والله. ربنا. وعايز اقول لك انه احنا فخورين بيكي جدا، يعني مش عايز اقول لك ان احنا يعني استنينا الحلقه دي من فتره طويله عشان تبقي معانا. طيب خلينا اتكلم عن امنياتك لنفسك. طبعا اكيد انت حققت جزء كبير جدا منها، وربنا يديك العمر والصحه وتفضلي تدي كتير. مش هتكلم عن يعني المستقبل القريب، خلينا اتكلم عن بعد ما تبطلي ان شاء الله. ربنا يديك الصحه وتلعبي سنين طويله، بتفكري مستقبلك ازاي؟ والله لو كنت حضرتك سالتني السؤال ده من سنه تقريبا او سنه الا كام شهر، كنت اقول لحضرتك ان انا طبعا كان نفسي ابقى عضو مجلس اداره النادي الاهلي في يوم من الايام، وكان نفسي في يوم من الايام ابقى وزير الشباب والرياضه. ليه لا يحصل؟ نصيب بقى ان انا يعني اتخطبت الدكتور في كليه هندسه وهو بيحضر الدكتوراه بتاعته في كندا، فيعني مقرر اني هتجوز واسافر معاه ان شاء الله. ان شاء الله تسافروا، بس ليه لا؟ خلي بالك انت ما تعرفيش الدنيا فيها ايه، يعني ممكن يخلص الدكتوراه بتاعته في كندا ويرجع يبقى استاذ دكتور هنا في احد الجامعات المصريه، ما تعرفيش. بس ايه وقت تخلي عن حلمك انت يعني ايه ده؟ لا طبعا هو حلمي في دماغي، بس يعني يمكن الفتره اللي جايه هو حلمه بالنسبه لي اهم، يعني زي ما ناس كتير وقفت ورايا عشان انجح، انا كمان نفسي ان انا اقف وراه واشوفه ناجح في الحته اللي هو اختارها او في المجال اللي هو اختاره وهو حبه. ويعني لما يبقى يخلص نبقى نقرر هنعمل ايه، هل هنرجع ونكمل الحاجه اللي انا كان نفسي فيها، او هشتغل مثلا في مجال الصيدله او في مجال الكاراتيه في بره في كندا. لسه الدنيا بالنسبه لي انا يعني مش كلير قوي، بس ان شاء الله توضح ويختار لك كل خير. وخليني اقول لك ان انت نموذج للبنت المصريه والمراه المصريه ما شاء الله، يعني حتى واقفه في ظهر شريك الحياه انه يحقق، يعني بتتخلي عن طموحاتك في مقابل انه هو يحقق طموحاته، فدي حاجه جميله جدا. يا رب بس هو يحقق كل اللي نفسه فيه. يعني كابتن محمد عبد الرجال لما قال ان انت بطله في كل شيء، انت فعلا بطله في كل شيء. ربنا يخلي حضرتك. طب خلينا اقول حاجه تانية برضو، يعني يمكن علاقتك مع باباك شويه بقى، خلينا اتكلم مع بابا اكتر. البنت حبيبه باباها، ده لعب بابا معروف. بس يعني عايز بقى اعرف يعني الكيمياء اللي بينك وباباك، يعني هو طبعا معانا بشرفك في القناه وكان رجله على رجلك، يعني ما يعني جه معاكي، وبالمناسبه هو في ناس معانا طبعا اساتذه كبار اتعلموا على ايده. بالظبط. فالعلاقه بينكم ايه؟ العلاقه يعني احنا يمكن اللي بيميز العيله عندنا شويه ان احنا العلاقه مش علاقه اب وبنته او ام وبنتها، احنا كلنا اصحاب. فعلا. يعني احنا لما بيبقى في حاجه في البيت احنا كلنا بنستشير بعض، كلنا بناخد اراء بعض. انا بحب اقعد اسمع لبابا، يعني لو في مثلا مشكله او حاجه بحب اقعد اسمعه، لان هو مثقف جدا، يعني هو ما شاء الله عليه هو مثقف جدا وفاهم في، يعني قاري في كل المجالات، فحتى لو حاجه ملهاش علاقه لا بالكاراتيه ولا بالصيدله ولا اي حاجه يفيدك. هو بيفيدني. طبعا علاقتي بوالدتي صحاب جدا الى ابعد الحدود، ف يعني اسراري كلها مع ماما. تقول لي مين البست فريند، اقول لك ماما. هي ماما. طبعا اخويا واختي، يعني احنا زي ما بقول لحضرتك احنا لما يبقى في حاجه مثلا مشكله في البيت احنا كلنا بنتشارك فيها، كله بياخد راي بعضه في البيت. فيمكن دي برده كانت من اسباب ان احنا كلنا نجحنا في حياتنا، سواء انا او اخويا او اختي، ان احنا كنا كلنا لقينا اب وام مختلفين، مش مثلا اب بيمشي كلامه وهو رايي انا الاب وانا اللي اقول وانا لا، هو كان يعني في موضوع ثانويه عامه لا، شوفي انت عايزه ايه، انا نفسي تكملي بس ده قرارك خديه، يعني عمرهم ما فرضوا علينا حاجه، وكان الراي شورى، يعني انتوا اصدقاء وبتاخدوا الراي شورى. طب خليني يعني هتكلم معاكي في بعض الامور كده وهقول لك بعض الكلمات وتقولي تمثلك ايه، يعني مثلا يعني حاجات كده ردي عليا حاجه مقتضى. النادي الاهلي، البيت، البيت وكيان، يعني بس يعني النادي الاهلي بين قوسين البيت وكيان. انا اتربيت في النادي الاهلي، صحابي من النادي الاهلي، عشت احلى سنين عمري في النادي الاهلي، بطولتي كلها مع النادي الاهلي لحد ما اعتزل، برغم ان جالي عقود احتراف في نوادي بره واتعرض عليا عقود من نوادي هنا في مصر، انا رفضتها كلها لان شرف لاي حد في الدنيا ان هو يبقى بيلعب باسم الاهلي. طيب خليني اسالك، علم مصر، علم مصر تاج على راس اي لاعب مصري،
اتمنى يا رب يا رب ان انول شرف ان انا ارفعه في اولمبياد طوكيو، وابقى شرفت مصر وكل المصريين يا رب ان شاء الله. طيب انت بتقولي ان جالك ثلاث عروض، جالك ثلاث عروض من مين؟ جالي من نادي الشباب الكويتي قبل كده. نيس الفرنسي؟ لا نيس الفرنسي لا، الشباب الكويتي. الشباب الكويتي. الكويتي اه. وجالي من نادي الجيش هنا ونادي البنك الاهلي. نادي البنك الاهلي، ده علم مصر اهو اللي انت مشرفانا بيه ودايما رافع علم مصر فوق. يا رب. طيب خليني اسالك، احنا سالنا عن طبعا النادي الاهلي وعلم مصر، خليني اسالك عن عيلتك. حياتي. انا مستعده اعمل اي حاجه في الدنيا علشان خاطر عيلتي، يعني احنا عندنا حته التضحيه، كله بيضحي عشان بعضه. اهلي ضحوا عشاني وانا هضحي عشان اهلي، وهضحي عشان اخواتي، هم السبب بعد ربنا في اي نجاح. ربنا يخليكم لبعض. لعبه الكاراتيه؟ لعبه الكاراتيه عمري، انا قضيت عمري، يعني انا عندي 27 سنه، بقى لي كام 21 سنه بلعب كاراتيه، يعني عمري كله قضيته في الكاراتيه، ذكريات، صحاب، نجاحات، فشل اتعلمت منه، مواقف صعبه، خبرات حياتيه، تكوين شخصيه، كل حاجه اكتسبتها من الكاراتيه. طيب يعني انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انا والله مش عايز الحلقه تخلص، لان فعلا انت رمز وايقونه يعني ناس كتير جدا، واللي ما اتفرجش على حلقتنا النهارده اكيد هيخسر كتير، لانه في دروس كتيره مستفاده سواء منك، من اسرتك، من تحديكي، من رمز للبنت المصريه والمرأة المصرية. بشكرك كابتن جيانا. انا سعيدة اني كنت معاكم جدا بجد، وسعيدة ان انا اتعرفت على حضرتك، وان انا كنت معاكم برنامج الابطال. نورتينا وشرفتينا، وعدينا ان شاء الله ان تكوني معانا باذنك يا رب بعد تحقيق المدينة الاولمبية ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ميرسي لحضرتك جدا. اعزائي المشاهدين، ده كان النهارده لقائنا مع بطلة العالم، النجمة، الدكتورة، الجدعة، بنت الاصول جيانا فاروق، اللي الحقيقة يعني رمز كبير جدا، وتكريمها من اعلى طبعا القيادات في الدولة كان دليل على تفوقها وخير تمثيلها للدولة المصرية. بشكركم شكرا جزيلا، حسن المتابعة، هنتقابل في حلقة جديدة من الأبطال. شكرا جزيلا.